الجهاز هذايا هو جهاز للناس اللي تحب الميديا وتحب الفرجة وغيره، مثلي أنا. أنا مثلا نحب الأمور هذه. الجهاز هذايا هو هوم سينما للبيوت، يعني شاشة سينمائية للبيوت اللي تجي عن طريق البروجيكتور برايكشن احنا نسميوها. نفتحوه ونشوفه إن شاء الله شنو اللي فيه ونجربوه مع بعضنا. حاجة نلقاها هو الكابل اللي بنركب به، كذلك نلقاو كابل ال VGA وكابل ال HDMI. نلقاو وحدة كتاب الاستعمال والريموت كنترول، ونلقاو اهم حاجة اللي هي البروجيكتور متاعنا اللي هو لهنا عنا LCD، وكابل ثاني هذا للاوديو اذا كانت تحب تخرج الصوت الى المسماعات الكبيرة في الغرفة اذا كان الغرفة كبيرة جدا عندك. جهاز بليدز وولف اللي هو جهاز مشهور حتى في امريكا موجود النوع هذا، يعني هذا الغطاء للعين. الان ان شاء الله نشوفوا مع بعضنا شنو الموجود في الجهاز هذا. اول حاجة الجهاز هذا عندما يعطيك صورة من التلفزيون او من الريسيفر او اي حاجة على الجدار او على الوحدات هذه اللي تتعلق للبرايكشن، يعطيك صورة قد ما تأخروا اكثر في المسافة ما بينه وبين الشاشة او الحائط يكون الاكبر في المساحة، يعني تكون التلفزيون مساحتها اكبر. لهنا عنا يمين يسار فوق تحت في المنيو اوكي، وعنا العودة وعنا المنيو هذا باليدوي، تقدر كذلك بواسطة الريموت كنترول اللي هو لهنا اللي الان بنفتحوه ان شاء الله. اذا كان ندوروا الجهاز من وراء نلقاو مكان التشغيل اللي نركبوا عليه الوصلة هذه اللي هي وصلة الكهرباء اللي هي هذه. نلقاو مدخل ال HDMI 1 و2، 2 HDMI، 2 USB، مكان تدخيل ال AV ومكان لخروج السماعات اذا كانت تحب تسمع بالسماعات، ومكان ال VGA، يعني فيه كثير من الاماكن وكثير من الاجهزة اللي تقدر تركبهم وتشغلهم معه. قرص التشغيل لهنا بجانب دخول الكهرباء، وكذلك فيه 2 وحدات يعني سماعات حتى تقدر تسمع الصوت جيد فيهم وبروفيسيونيل، ليس صوت كما نقولوا احنا عالي جدا لكن للبيت جيد. تحب تزيد تشغله مع سماعات خارجية تقدر تشغله عن طريق الوصلة هذه، المكان هذا اللي يخرج منه الاوديو. الغرفة والمكان اللي عندي لهنا ماهوش كبير ياسر باش نقوم بعملية يعني تركيبه ونحط شاشة 5 على 5 متر، لذلك مش يكون قريب من الجدار. انا الحقيقة اخذت الجهاز هذا ليس للغرفة لهنا او الى البيت، انا اخذته الى الاستراحة، بيت الاستراحة اللي عندي خارج المدينة. البيت الاستراحة هذا عندي فيه حائط كبير جدا، وهو هذا الجهاز يشتغل كذلك في الشارع مثل ما يشتغل في البيت، لذلك مش نركبه باش نتفرج في الشارع بجانب المسبح. لهنا اخواني كما تشوفوا لقيته مع الكمبيوتر، نقدر نلقيه مع الريسيفر مع اللي نحبانا كما قلت لكم. باه شنو نعملو بعد ما نوجهو الجهاز متاعنا الى الحائط اللي مش نتفرجوا عليه، يعني انا مثلا لهنا قمت بتوجيهه الى الحائط هذايا. باه شنو نعملو بعد ما نقومو بتشغيل الجهاز، شنو اللي مش يصير؟ لازمنا نقومو بتعديله. الحاجة اللي تعجبني ياسر واللي خلتني نختار الجهاز هذا انه فيه الفونكسيون الفورستون، الفورستون اللي مش نشوفوها الان مع بعضنا ان شاء الله. اول حاجة نقوم بتشغيل الجهاز. شغلت الجهاز، كيما تشوفوا الجهاز اشتغل اموره واضحة، مش يعطيني الصورة اللي هي هذه على الحائط. نزلت الصورة، توش لازمني نعمل لازمني نعدلها. تعديل الصورة اخواني سهل ياسر، اللي هي هذه تتعدل حسب ابتعاد الجهاز عن الحائط باش تعمل كيما نقولوا احنا تسوية الصورة، اللي هي كيما نشوفوا لهنا تدور العين هذه حتى تعدل الصورة تصير ما هيش فلو، فهمتوني؟ يعني هكذا وانت تنظر للحائط حتى لين تصير الصورة عندك جيدة. الان بنشوفوا كيفاش انا بدورها بعدلها وانتم تشاهدوا على الحائط. ندور العين نشوفوا كيفاش مش يصير الان. خلاص صارت الصورة عندي منظمة.
من بعد اخواني عندنا الصورة هنا كما تشوفوا ما هيش زاوية 90، يعني عاملة هكذا وعاملة هكذا، لازمني نعدلها. هذا لانه اذا كان البروجيكتور يكون مستوي قابل هكذا تجي متعدلة، اذا كان مش نخليها انا الفوق كما قلت لكم مش نصنع له وحدة للتعليق ومش نحطه من فوق ينظر لتحت او من تحت ينظر لفوق، مش تصير الصورة هاربة شوية. نعدلوها بالفورستون، نشوفوا مع بعضنا كيفاش. نضغط على زر الفورستون هذايا في الريموت كنترول تبع الجهاز اللي هو هذا، شفتوه التعديل. نبداو في التعديل الافقي كيما تشوفوا لهنا، نعدل حتى لين يصير عندي الجهاز يعني الصورة اللي من هنا هذا مستوي الجزء الاعلى يعني اخر الجهاز، خلاص استويته. توا مش نعدله باش يصير هكذا مستوي، ظهر لي اموره واضحة وظهر لي مستوي الان. نشوفوا مع بعضنا اخواني النتيجة. انا عندي المسافة الى الحائط هي ما يقارب 2 متر، اذا كان مش نحطه بعيد 4 او 6 متر هو الى حدود 6.7 متر، تصير الشاشة تقريبا على كامل الحائط هذا مرتين، يعني ما يقارب 200 انش القطر نتاع الوحدة هذه. لهنا الابتعاد نتاعه الان بنقيسوه مع بعضنا 2.1 متر. كذلك اذا كان مش نقيس على بعد 2.1 متر كام مقاس الشاشه اللي يعطيها لي، نشوفه مع بعضنا لهنا متر ونص على 80، اذا كان نزيد من بعده مثلا 4 متر يولي 3 متر على متر و60، فهمتوني. من بعد ما نخرج من الكيستون هذايا نرجع للصور اللي عندي، نفتح مثلا لهنا عندي الوحده هذه، عندي الفيديو هذا كيما تشوفوا، الفيديو اللي نزل من يعني ما يقارب ساعة أو ساعة ونص ورا اللي هو حول مكلة لحام، فكرة ديكور الروسية اللي ما شافوش يقدر يمر له عن طريق الدائرة البيضاء اللي تطلع الآن أعلى هذا الفيديو. نفتح الفيديو متاعي مثلا أو نقوم بتكبيره ونفتح الفيديو، مش نعمله بدون صوت. ونقوم بتشغيله، نطفي كذلك الضوء اللي عندي من الناحية الثانية ونشوفه علاش نتحصله. شفتوه؟ يعني هذه هي الصورة على الحائط، أمورها واضحة. نتصور الجودة اللي هنا عندنا فول اتش دي، نقدر كذلك نتفرجوا على 4K 4K، ونقدر كذلك نشتروا الوحدات اللي هي المرآة أو النظارات اللي هي 3D 3D، يشتغلوا الكلهم مع هذا الجهاز إذا كان حبوا نتفرجوا على أفلام 3D. هذا هو الجهاز متاعنا، ان شاء الله يكون اعجبكم. بارك الله فيكم. كما تشوفوا يعني اموره واضحه، الصوره جيده. هذه حاجه انا تعجبني لاني في اغلب الاحيان مش نستعمل الجهاز هذايا حتى نقوم باللعب بواسطه البلاي ستيشن، اللي انا من محبين البلاي ستيشن والالعاب، لذلك نحب الجهاز هذايا نركبه ونصير نلعب اكثر. اذا كان تحبوا تقوموا بمقارنه الجهاز هذايا مع التلفزيون 32 بوصه، اذا كان مش نقارنوه نشوفوا مع بعضنا. هذه هي الشاشة عن بعد 2 متر وهذه هي شاشة 32 بوصة، ظهر لي واضح الفرق. الجهاز هذا اخواني جاني من موقع بنغود. الناس اللي تحب تشتري من الجهاز هذا او تحب يعني تركبه في صالونات، اذا كان عندها غرفة الجلوس كبيرة مثلا 5×6×6 30-40 متر مربع، تعملوا وتوجهوا لحائط من الحيطان يكون كامل الحائط تلفزيون، تقدر تشتريه على موقع بنغود عن طريق الرابط اللي نخليه لكم في علبة الوصف أسفل الفيديو، وكذلك تستعمل الكوبون للحصول على تخفيض لأنكم اشتريته عن طريق روابط قناة فكرة ديكور. بارك الله فيكم، دمتم في حفظ الله، وإلى اللقاء.